لو عايز توصل هتوصل من غير ما تدور ولا تتعب. كل الطرق هتوصلك، كل الأماكن هتوديه، وكل الناس هيدلوه. من طه حسين لسيد درويش لنجيب محفوظ لسميرة موسى لجمال شمدان لكل ابن من ولادها أو بنت من بناتها. مفيش مطربة هتيجي زي أم كلثوم، علشان مفيش حد هيمر بنفس التجارب اللي مرت بيها. جسر بين الثقافة العربية والثقافة الغربية، خلق فن الأوبريت المسرحي. هي كده روحها في ناسها، سيرتها في أماكنها، هو صورة تبقى الأصل من أوبرا ميلانو. الحارة مركز أساسي جدا في عالم نجيب محفوظ، ومن هنا صنعت تاريخها وحكت أجمل حكاياتها على مر الزمن. حتى مفصلية في تاريخ مصر، كانت مرحلة عظيمة جدا جدا جدا، هي التي أطلق عليها مصر الحديثة. عشان كده عنوانها ما يتوهش أبدا، لأنه ببساطة العنوان مصر. العنوان مصر مع محمود شرف قريبا على قناة مصر الأولى.